اخواننا المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معنا في قناتكم، قناه الوسيط العقاري، قناه يونس خليفه العقاريه المتواجده في مدينه تمارا. خوتنا احبابنا، حبيت انني نشارك معكم. احنا دابا ان شاء الله جايين من مدينه الرباط وغادي لمدينه تمارا. غير الناس اللي بعاد على مدينه تمارا والناس الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج اللي كتسمع على مدينه تمارا وما عمرها ما جات زارتها، راه مدينه تمارا خوتنا احبابنا ما كتبعدش شيء الا حوالي 5 دقائق ولا ما كامله شيء على مدينه الرباط. حنا في مدينه الرباط، احنا ان شاء الله غادي نوصلوا لمدينه تمارا. اقرب نقطه لمدينه الرباط هي حي ولاد مطعم، شارع الحسن الثاني ولا الطريق الوطني رقم 1. هذه الطريق المركب، باش تعرفوا الموقع ديال تمارا كيف ما كنقول لكم دائما راه موقع استراتيجي. اياه خوتنا احبابنا، راه موقع جد استراتيجي بحكم انه منطقه ساحليه وبحكم انه قريب للادارات وبحكم انه قريب لمدينه الرباط. هذا اللي كيخول هذه المدينه هذه انها ما تكونش مدينه موسميه بحال كثير من المدن الشماليه ولا المدن ديال الشرق ولا المدن اللي كتكون موسميه، يعني كتكون فيها مثلا. هنا كنتكلموا على الناس اللي كيبغيو يديروا كيبغيو يستثمروا في المجال ديال العقار، خصوصا المجال ديال الكراء، بالكراء مثلا ديال المدى الطويل ولا الكراء مثلا اليومي. بالنسبه لمدينه تمارا، الامتياز اللي فيها انها كيف ما قلت انها مدينه اللي اداريه قريبه لمدينه الرباط العاصمه الاداريه. هذا كيخول لها انها ما تكون شيء يعني العمل فيها ولا الاستثمار فيها ولا الخدمه فيها يعني خدمه موسميه، كنخدموا غير مثلا غير في الفتره ديال الصيف. صافي خوتنا احبابنا، احنا وصلنا دابا لمدينه تمارا، كنا في مدينه الرباط، دابا احنا في مدينه تمارا. حي ولاد مطاع هو هذا، وشارع الحسن الثاني حتى هو اللي كيف مدينه تمارا، راه يكتسح حله تبارك الله جديده. وحنا دابا متجهين للسنتر تمارا ومتجهين لوكاله يونس خليفه العقاريه، منها نوريكم حتى الوكاله العقاريه الموقع ديالها بالضبط فين جا، ونوريكم اصلاحات اللي تمت على هذا الشارع تبارك الله. شوفوا معايا، هذا شارع الحسن الثاني، هذا يلاه هذه السمانه هذه عاد تم التسفيد ديالو، بقى دابا غير التراساج ديال الخطوط. شوفوا معنا، هذا راه مؤدي ان شاء الله للمركب مولاي عبد الله. كان بعض الناس كنقول لهم راه يعني مدينه تمارا قريبه للمركب مولاي عبد الله، كاين يعني تظاهرات، كاين كاس افريقيا ولا كاين كاس العالم. واخا ما يكونش كاس افريقيا، واخا ما يكونش كاس العالم، تمارا مدينه ساحليه يعني نخدموا فيها في الصيف، ومدينه اداريه قريبه للادارات اللي كاينه في مدينه الرباط، واللي كاين مثلا تكنوبوليس، واللي كاين مدينه الرباط كيف ما قلت، كاين السبيطارات، كاين الادارات، يعني مدينه اللي كتحتاج طيله السنه خصوصا في الكراء اليومي ولا حتى الكراء المدى الطويل. كاين الكليات، كاين يعني تمارا قريبه بزاف مدينه الرباط بالنسبه للكراء اليومي ولا الكراء على المدى الطويل. الثمن شويه فيه مرتفع مقارنه مع مدينه تمارا، الملجا هو مدينه تمارا. لهذا الاستثمار في مدينه تمارا راه استثمار ان شاء الله الرحمن الرحيم ناجح، لانه استثمار دائم طيله السنه. هذا هو شارع الحسن الثاني، وهذه طلعت الشيخ الطاوي ولا شارع مولاي علي الشريف، الاداره العامه للامن الوطني اللي كاين هنا في تمارا. كنوريو للناس اللي بعاد شويه على تمارا واللي ما كيعرفوش شي مدينه تمارا. على اليمين ديالنا راه كاينه السكه ديال التران، وهذه القنطره هذه راه كتهبطنا للبحر. هذه القنطره هذه اللي قدامنا راه كتهبطنا لحي الوفاق وكتهبطنا للبحر. باقي ان شاء الله ملي غيتم التراصه ديال هذا الشارع هذا غتولي عاوتاني تبان واحد المنظر اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. مدينه تمارا خوتنا احبابنا مدينه جميله فيها البحر من الجهه الغربيه، وفيها الغابة من الجهة الشرقية، يعني الجو فيها هائل. وكيف ما قلت الامتياز المهم فيها هو أن القرب ديالها لمدينة الرباط. دابا حنا راه تقريبا السنتر تمارا، المركز ديال مدينة تمارا، وهاد الرومبوان هادي راه يمكن لها أننا نهبطو لهرهورة ونهبطو الحي الوفاق على اليمين ديالنا ونمشيو حتى العين عتيق من هاد الشارع هذا. هذا هو السنتر ديال مدينه تمارا، حتى هو راه غتم التوسعه ديالو. دابا راه كاينه التوسعه ديال الشارع الحسن الثاني جاي من عين عتيق، ودابا مشات من هنا. هنا كيف ما كتلاحظوا معنا السنتر تمارا عامر، لهذا غيصعب انها تكون اصلاحات فيه، ولكن ان شاء الله راه غتكون امور على احسن ما يرام. مدينه تمارا خوتنا احبابنا مدينه استثماريه بكل ما تحمل كلمة معنى، لأنها الموقع ديالها هو اللي كيخول لها أنها تكون مدينة استثمارية. نعطيكم حتى مدينة أخرى خوتنا أحبابنا في هذه المنطقة، هذه هي مدينة سهل الجديد. خوتنا أحبابنا
غيقولوا الكلمه ديالهم ان شاء الله في السنوات القليله القادمه بحكم الموقع ديالهم استراتيجي مدينه تمارا ومدينه سله جديده. سله جديده حتى هي راه من المميزات اللي فيها انها قريبه للمطار، وهذه غيختاروها حتى الجاليه المغربيه، راه مزيانه لهم، وكذلك الجو ديالها زويون، وكذلك حداها تكنوبوليس اللي حي صناعي الكبير، يعني حتى بالنسبه للكراء ديال المدى الطويل مطلوب تما بزاف، وحتى الساكنه فيها ساكنه، كاين الموظفين تما ساكنه محترمين، سله جديده. ولكن تمارا الميزه الاكبر اللي فيها هو انها قريبه للرباط ومدينه ساحليه فيها البحر، والبحور ديال تمارا خوتنا حبابنا اللي ما كيعرفوش، البحور ديال تمارا راه من اجمل البحور، عندنا واحد 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 العده البحور اللي كاينه في مدينه تمارا، بحور اللي جميله. دابا كنتواجدوا في مدينه تمارا، حنا عندنا كذلك مرجان، هنا عندنا اسواق السلام، عندنا كيابي، عندنا المهم كاين جميع المحلات التجاريه الكبيره راه كاينه في تمارا خوتنا حبابنا، كاين الناس اللي كيصحاب لهم مدينه تمارا، راه مدينه عشوائيه ولا مدينه كذا، هذا المهم هذا من بين الشوارع اللي كاينه في مدينه تمارا، هذا راه شارع عامر، شارع الحسن الثاني، العمله ديال مدينه تمارا ديال صخيره تمارا راه هي هذه، ها هي في الجنب ديالنا على اليمين ديالنا، وكاين حتى واحد الهبطه كتهبطنا لحي الوفاق، وإلا مشينا نيشان على الشارع، هذا الشارع هذا راه غتم التوسعه ديالو إن شاء الله الرحمن الرحيم، إلا مشينا نيشان غنمشيو لعين عتيق ونمشيو للصخيرات، هذا الكلام خوتنا حبابنا راه حنا كنتكلموا مع الناس اللي ما عارفينش مدينة تمارا، وبطبيعة الحال الناس اللي عارفين تمارا ولا الناس الساكنة ديال تمارا راه مطلوب منهم أنهم يعزوا المدينة ديالهم، ومطلوب منهم أنهم يبينوا المدينة ديالهم، ومطلوب منهم أنهم يكبروا بالمدينة ديالهم. هذا هو اللي كاين، باش ان شاء الله راه المدينه كتكبر بمالها، والمدينه كتكبر بناسها وبشبابها، خصوصا شبابها. واخا خوتنا احبابنا دابا ان شاء الله حنا متجهين لوكاله يونس خليفه العقاريه، الموقع ديالها نوريه لكم، باش اللي بغى يدير شي زياره للوكاله مرحبا بي والف مرحبا، كنكونوا سعداء كنكونوا فرحانين اننا نستقبلكم في الوكاله، وراه عندنا عده عقارات الحمد لله متوفره في عده مناطق من مدينه تمارا، بطبيعه الحال من الجوانب، عندنا في الرباط، عندنا في عين عتيق، عندنا في صخيرات، عندنا في عين عوده، عندنا في سلا، عندنا يعني عندنا في عده بلايص، عندنا في تامسنا كذلك، عندنا في الهرهوره، اتصلوا بنا اللي بغى اي عقار يتصل بنا، عندنا بقع ارضيه كذلك، عندنا الحمد لله عروض متوفره زويونه، مرحبا بكم والف مرحبا. على اليمين ديالنا اللي هبطنا راه كنهبطوا لحي الوفاق، وعلى اليمين ديالنا كذلك العماله ديال صخيره تمارا خوتنا احبابنا، وكذلك دابا حنا راه في اتجاه حنا الاتجاه ديال لاكار، لاكار مدينه تمارا. مرحبا بالجاليه المغربيه المقيمه بالخارج في بلادكم، نتمنى انكم تكونوا لقيتوا عائلات ديالكم بخير وعلى خير. خوتنا احبابنا هذه هي اللوتيسمو جديده، اللوتيسمو خالص، لاجونس راه عندي تما، انا عندنا خط متصل حتى غنديروا الرون بوان، ها انتم اللي بغى يجي عندنا الوكاله العقاريه، الرون بوان هي هذه الرون بوان ديال لاكار، الا طلعنا على اليسار راه كنطلعوا لمشوات الاخوان وكنطلعوا الرون بوان ديال القروش، مشينا نيشان راه كنمشيو لعين عتيق، درنا على اليمن راه كندورو لاكار، ها هو لاكار هو اللي على اليمن ديالنا، ولكن دابا حنا غنطلعوا على اليسار ديالنا، واخا بحال غادي نمشيو هذا الشارع هذا راه كله غتم التوسعه ديال خوتنا حبابنا في الاقرب في هذه الايام المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. حتى هذا الشارع هذا راه غتم التوسعه ديالو كامل، غيمشي حتى للقروش، راه تبارك الله راه الاشغال على قدم وساق مدينه تمارا، راه الامور كلها ان شاء الله غدا بخير وعلى خير. كيف ما قلنا دابا حنا راه بحال طالعين لمشوات الاخوين، وغادي ندورو على اليسار باش ندخلو للوتيسمو خالص العماره. هانتوما خوتنا حبابنا اللي بغى يدير زياره يتبع غير الفيديو، ولا كاع يدخل غير جوجل مابس راه تكتب وكاله يونس خليفه العقاريه راه غتطلع ليك تجيبك حتى الموقع ديالنا. مرحبا بكم والف مرحبا. هاد لوتيسمو خوتنا حبابنا راه كلها مبيوعه، هاد البقع الارضيه كاين، بقات بقعه واحده هنايا المساحه ديالها شي 320 ار بليس 4، هادشي اللي كتشوفوا فيه راه كلشي مبيوع. واخا حنا غندورو على اليسار والموقع ديالنا هو هذا، هذا هو شارع محمد الخامس اللي غيدوز منه ان شاء الله الترامواي، وكاله يونس خليفه العقاريه هي هادي. وهذا خوتنا احبابنا هو مقر وكالتكم العقاريه، وكاله يونس خليفه العقاريه من كتواجد في مدينه تمارا، مرحبا بكم الف مرحبا، ورينا لكم موقع، ورينا لكم جميع التفاصيل، اللي بغى يدير اي زياره مرحبا بكم الف مرحبا. الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمه الله.